تاجي 23 هذه العجلة عراقية صنعت بسواعد عراقية. بهذه الحملة التي رعاها السيد رئيس الوزراء نتج عنها تأهيل 2000 قطعة سلاح وإصلاح 1570 عجلة وصناعة هذه العجلة العراقية. أياد عراقية تصنع المستحيل برعاية القائد العام للقوات المسلحة العراقية ومتابعة السيد وزير الدفاع وبإشراف ودعم مباشر من قبل السيد رئيس أركان الجيش. باشرت مديرية الهندسة الآلية الكهربائية بتنفيذ حملة قادة النصر السادسة، وهي امتداد لحملات النصر السابقة، حيث تم تأهيل 2000 قطعة من السلاح و 1570 دبابة وآلية ومعدة مختلفة، وتعد هذه الحملة هي الأهم في تاريخ الجيش العراقي. ليس بغريب على أبناء القوات المسلحة العراقية أن يحققوا مثل هذا الإنجاز. بدأنا الحملة قبل شهرين والحمد لله بدعم من دولة رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة، دعم الحملة دعما ماديا ومعنويا. الحمد لله اليوم تكلل الإنجاز بما شاهدته ومشاهد المشاهدين الأفاضل. إن شاء الله الحملة القادمة أكبر وأدق وأوسع إن شاء الله. نعم، أنتم كقادة عسكريين اليوم حينما ترون مثل هذه الحملة تنجز بأيادي عراقية، ما هو شعورك؟ لا أكيد نحن من خططنا للحملة ونحن من وقفنا على تنفيذها. الشعور كان يعني من البداية إلى يومنا هذا متعايشين معهم ونحاول أن ندعمهم فنيا ونسعى من قدراتهم لغرض التحقيق الأفضل إن شاء الله. الحملة جاءت بإعاز من السيد وزير الدفاع وبجهود أبطال صنف الهندسة الآلية الكهربائية وبدعم لا محدود من السيد معاون رئيس أركان الجيش للميرة، والذي يكاد أن يكون تواجده بشكل يومي في معمل التصليح، وذلك لتذليل المصاعب التي تواجه العمل. أما الإنجاز الأهم هو صناعة عجلة عراقية سميت تاجي 23، أنتجت بأياد عراقية وخبرات عراقية. الجيش دائما يحتاج إلى معدات إضافية ويحتاج إلى كثير من العجلات، فالاعتماد على الجديد يكلف الدولة مبالغ كبيرة، لذلك احنا دائما نسعى إلى توفير مزيد من المعدات والعجلات من خلال الاستفادة من العجلات القديمة وإعادة تأهيلها. يوم تاريخي بإنتاج أول عجلة قتالية سميناها تاجي 23، هي عجلة قتالية تقريبا مشابهة للهمر، أعلى من الهمر، وإن شاء الله نجربها في أحد الوحدات القتالية. الخبرات كلها عراقية 100%. خلال شهرين أو أقل من الشهرين قاموا بهذا العدد في تصليح وصيانة العجلات. الإنجاز العظيم هذا جاء بخبرات عراقية خالصة وعلى أرض عراقية قد يوفر على بلدنا العزيز وعلى جيشنا أموالا طائلة حال تأهيل هذه العجلات خارج العراق، حيث كانت هذه الآليات غير داخلة في الخدمة بسبب الظروف التي مر بها الجيش العراقي خلال معارك التحرير. أبناءكم هؤلاء ضباط ومراتب تشوفونهم أصحاب السواعد السمر، خطوا بأحرف من نور هذه الحملة وهذه العجلات التي سوف تعاد إلى الخدمة وتدعم قدرات جيشنا الباسل التي بموجبها ارتفعت قدراتها إلى مستوى عالي قدرات الجيش العراقي. موسى، إعلام وزارة الدفاع.